اول اجر اخدته 150 جنيه تقريبا. ارحم بيهم بقى. كان مبلغ على فكره. سنه كام بقى؟ سنه 2099 حاجه زي كده يعني. تقول الحمد لله انا المهنه دي ممكن تجعلني مستقر. على الاقل بتسند طبعا. طبعا سند طبعا جنب الوظيفه سند طبعا ما اقدرش اقول لا يعني. لكن الاعمال اللي انا بعتز بيها وسايب اثر وطبعا ما اقدرش انسى فضل طبعا واحد من عمالقه الدراما المصريه اللي يعدوا على صبع ايد واحده عمنا الكبير الحاج اسماعيل عبد الحافظ رحمه الله عليه. ده اشتغلت معاه المصراويه الجزء الاول والجزء الثاني حاجه فوق الوصف بقى حاجه فوق الوصف وفوق الخيال يعني كشخصيه وكاخراج وكتعليم وجدعنه ومحبه وكل حاجه كل حاجه. المصريه كانت حلوه فيه زي ما هو احنا شفناه كده جدا. احنا كنا يعني مش عايز اقول لك يعني اولا انا عشت في المصراويه في كنا بنصور في حته اسمها بشنين دي في وصل الدهشور حته بتاعت استوديوهات الجبري الملك الجبريه فعباره عن زي استوديوهات مفتوحه بلد قريه فيها ترعه وفيها فيها كل حاجه يعني. فدي كان المصروية لوكيشن حقيقي لوكيشن حقيقي بس معمول خصيصا يعني هو هم لو هم لقوه ان هو انسب مكان يتصور فيه المصروية. مين في زمايلك بتشوفه دلوقتي ذكي يعني موجود بتفتح التلفزيون وتشوف الاعمال الجديده بتلاقيه بصداره محافظ على نفسه ودنيته وانه دي مهنته وموجود يعني. بص انا عايز اضرب مثل واقوله للساده المشاهدين كلهم وبالذات اللي عايز يمثل واللي عايز يشتغل في التمثيل. في مثل كبير جدا وهو مش كبير هو نفسه صغير بس انا بعتز بيه بقول دايما كده اللي عايز ينجح لازم يكون حماده هلال في نفسه. شخصيه فوق الوصف من حيث الطيبه والجدعنه والاصاله والرقي والنبل وبيعرف ربنا كويس جدا بيصلي مواظب على الصلاه مواظب على قراءه القران تسمعيه وبيقرا قران جميل وهو هادي وطبعه هادي وبيمسح حلو. كنت معاه في ولي العهد. ولي العهد كنت سلامه الحلاق جوز خالته. الدرجه دي محمد هلال شخصيته رائعه. ايوه جدا 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 من الشخصيات اللي انا بعتز ان انا اشتغلت معاه جدا. طبعا في شخصيات تانيه كتير يعني في احمد رياض محمد رياض وفي حمد نقول حماده بينكم من بعض. محمد رياض لا احنا دايما نقول يا رياض يا حماده يا رياض يعني يا اما حماده يا اما رياض على طول. برضه محمد رياض عشره عمري يعني وممثلين الكويسين جدا انا كنت مسميه ملك الرومانسيه رومانسي كده وهادي ومحترم كوميديان جدا من الدرجه الاولى.